بعد العيد صار في حركة بلشت هيك كثيفة مكثفة وأصداء عم نسمعها حول عمل الخماسية، روح جديدة، ربما أفكار جديدة، ربما طروحات جديدة، ربما مبادرة جديدة تأتي بها الخماسية. بالأول كنا ناطرين المفادين يجوا فرادة، فهلأ على ما يبدو أنه لا، في استراتيجية جديدة بدأت تشتغل فيها الخماسية، هي القلب الواحد والرأي الواحد والموقف الواحد عمليا. خليني أنطلق من لقاء الأمس في اليرزة في دارة السفير السعودي اللي جمع سفراء الخماسية. يلا محضر جلسة. لا، هي الجلسة أولا كانت نقاش بين السفراء الدول الخماسية أو الدول الخمس الممثلين باللجنة، كان البحث بكيفية الدفع اللبنانيين لانتخاب رئيس. يعني بس عم بده يدفعوا الكتل النيابي للقيام بما يمليه الدستور عليهم، يعني وهيدي يعني تحسب للمجتمع الدولي ولا تحسب للنواب اللبنانيين اللي أخذوا الوكالات من المواطنين على القيام على القليل بما يملي الدستور عليهم من انتخاب رئيس وملء الفراغ وضمان استمرار المؤسسات بالدرجة الأولى. تم التوافق امبارح أنه على المواصفات المواصفات يلي هي استشفتها الخماسية من الداخل اللبناني، مش الخماسية عم بتحط مواصفات لرئيس الجمهورية. لما التقوا بالكتل النيابية كلياتها على المواصفات يلي لقوا في إجماع من الكتل عليها، مثل أنه الرئيس سيكون طرف، أنه الرئيس ما يكون هيكون على القليل عنده بعد اقتصادي، يعني مش هو بالنهاية حينقذ بس هو بده يكون له دور بالعملية الإنقاذية، ما يكون طرف مشكل بالبلد، وما في فيتو على أحد ولا في خوف بالأسوأ، يكون يعني بمفهوم المرشح التحدي، مرشح التحدي ولا مرشح حتى العقلية القديمة اللي كانت سائدة قبل الأزمة. يعني اليوم بده يكون في عقلية إنقاذية للبلد وفي حدا يكون على القليل، وإن كانت الحكومة بدها تحط شغلات الحكومة تحط الرؤية للنهوض وهذا، بس يكون في رئيس بيعرف شو عم بيوقع، رئيس بيعرف شو عم بيمشي، مش أنه على المواصفات القديمة أو خلينا نقول مرشح تحدي بيجي بنكمل بمشكل 6 سنين أخرى بالبلد. هيدا بالمبدأ المواصفات. هيدي مش جديدة. هيدي مش جديدة. بس هيدي امبارح أكدوا عليها باللقاء. والتأكيد على عدم الخوض بالأسماء. أبدا، ما في حدا من الخماسية حيمشي باسم. كانوا عم بيقولوا بالسابق أنه قطر تحمل اسما. هلأ قطر كانت عم تستشف الأسماء، ما كانت هي عم تحمل تروج اسم. لما كان بيجي مفاضلين القطريين لهون كان عم بيسألوا عم بيحاولوا يشوف بركي في اسم يتوافق عليه اللبنانيين وبيكون ملائم لهالمواصفات وحتى يسدوا الفراغ الرئاسي. بس التوافق اللي صار امبارح أنه حتى مسألة الخوض بالأسماء وبحث الأسماء لن تخوض فيها الخماسية، هذه شغلة مجلس النواب. لا امبارح ولا بعدين. ولن يكون خوض بالأسماء. يعني حتى الموفد الفرنسي. أبدا خوض بالأسماء. الموفد الفرنسي جون إيف لودريان جاي إلى على لبنان، راح يكون شغلته. مش قريب. لا مش بعيدة. مش بعيد يعني خلال أسابيع قليلة بده يكون هون. لما بده يجي على لبنان بده يكون عنده المهمة اللي هي مناقشة المواصفات مع الكتل النيابية والعمل مع رئيس مجلس النواب لفتح دورات متتالية لانتخاب رئيس. طيب بس ساعتها بده يكون في أسماء، يعني لازم هذه شغلة الكتل. شغلة الكتل تقدم أسماء. شغلة الكتل رح يجي لودريان قبل اجتماع الخماسية. مش على مستوى السفراء، على الأرجح حتى الساعة لم يقرر الوزراء الخارجية أو المساعدين لم يقرر حتى الساعة. في حال كان بعد أسبوعين بده يجي لودريان مثلا، على الأرجح يكون قبل، على الأرجح حتى الساعة. كان حتى أنه تقرر الاجتماع بباريس على ما يبدو، كان قبل عم يتحكى بين الرياض بموقع الاجتماع وين بده يكون. فلودريان هذه مهمته الرئيسية جاي، ما حيخوض باسماء مثل ما كان في قبل مبادرات انه يعني اسم رئيس جمهوريه او ومعه رئيس حكومه، ولا ما حيخوض جاي باسماء. يقول هيدي المواصفات وعلى انه رئيس المجلس يملأوا الفراغ، يعني يفتحوا دورات متتاليه واللي بينتخب رئيس اهلا وسهلا فيه. هالقدي النقطه يعني ما بس انه بس هل بس الامور بهيدي السهوله؟ اذا بدنا نجي نطلع على الداخل اللبناني اليوم لما نحكي انه او نشوف انه
الثنائي الشيعي ما زال متمسكا بمرشحه. امبارح الدكتور سمير جعجع بيقول انه حزب الله اصبح اكثر تشددا بالموضوع الرئاسي اليوم بهذا الاطار. الرئيس بري شرحه كمان طبعا يعني طبعا. التغيير الوحيد اللي صار او هيك يعني شوي لمس هو كلام وليد جملاط، بس كمان كلام وليد جملاط قيل استنادا على تسويه كبرى، يعني وقت قال انا ما عندي مشكله امشي بسليمان فرنجيه، نسب الى تسويه كبرى اذا تم التسويه عليه والاتفاق عليه. هلا عم نحكي احنا الخماسيه هي بدها تفتح الباب على هذا الباقي على المجلس النواب، الخماسيه لتفتح مجلس النواب، الخماسيه لا تلزم الكتل لمين بدها تصوت، عم تعطيهم الدعوه الى انتخاب رئيس الجمهوريه وملء الفراغ. اما اذا نروح على عشق اللبناني، لانه كان بالنهايه اذا بده يكون في رئيس بده يكون في تقاطع بين الحركه الدوليه والعربيه والداخل. حتى اللحظه نعم حزب الله متمسك اكثر من ذي قبل بسمان فرنجي لعده اسباب، ابرز المرحله بيعتبرها الحزب تشبه مرحله حرب ما بعد حرب تموز و 1701، واليوم في موضوع انهاء موضوع الحدود البريه، تثبيت النقاط المتنازع عليها يلي هي بدها توقيع رئيس الجمهوريه، يعني الاتفاقات الدولية والمعاهدات كلها تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية. فحزب الله ينظر للمرحلة أنها تحتاج إلى إيميل لحود آخر، يعني يكون بيحمي ظهر حزب الله بالداخل وبالخارج وبالمعاهدات، في حال بيكون في معاهدات أو اتفاقيات أو تسويات. فعشان هيدي الأسباب اليوم هو متمسك أكثر بترشيح سمعان فرنجية، وبطبيعة الحال معه الرئيس نبيه بري، بس بتبقى المشكلة هي الغطاء المسيحي. صح، هيدا يعني ما كمان الثنائي الشيعي ما في يفرض رئيس على المسيحيين، ولا المسيحيين قادرين يتخطوا حتى الثنائي الشيعي لعدة أسباب. أول سبب وأبرزه أنه عندهم 27 من 27 نائب شيعي ورئاسة مجلس النواب، يعني معهم مفتاح المجلس. فهيدا الاستاتيكو خلينا نسميه حيبقى هيك بالقراءة السياسية، بده يبقى هيك إلى جلاء غبار الإقليم وما يحصل بالإقليم. هيدا إذا ما توسع ما يحصل في الاقليم وامتدت ناره اكثر واكثر الى لبنان ورحنا الى حرب مفتوحه او اوسع. نحكي تفاصيل انطلاقا من مقالتك. فكل هيدي التفاصيل اليوم بانتظار ما ستقول اليه الامور بالاقليم، عم نحكي احنا بموقف حزب الله، حزب الله طبيعه الحال ينتظر جلاء الصوره اكثر، شو حيصير بالبحر الاحمر، شو حيصير. طيب اذا نحن متكلين انه ايه قريبا رح تقدر الخماسيه تعمل شيء وقريبا بتجتمع الخماسيه تعمل على شبكه امان للبنان. هيدي مسؤولية الكتل النيابية مش مسؤولية الخماسية، الخماسية بتعطيها خريطة شبكة الأمان، إذا اللبنانيين أو الكتل النيابية تحملت المسؤولية ومشيت كان بيه ما حملت مسؤولية، يعني ما فيها الخماسية تعمل معهم أكثر من هيك، أو يعني أو ينتظروا من المجتمع الدولي والعربي أنه يجي يفتح المجلس النواب ولا ينتخبوا، لا هيدي ساعتها مسؤولية الكتل النيابية وطبعا طبيعة الحال قوى السياسية.